هل الدائرة المرتبطة بالسيد مقتدى الصدر وتحمل اسمه واسم العائلة جزء من هذه الأزمة؟ والله دائرة متعبة، والله يساعد سيد مقتدى، وسيد مقتدى الآن يتعب أكثر من أبوه أمام هاي الدائرة الفاسدة اللي تحيط به. والله أنا مسؤول عن كلامي، وجنابك تقول نستثمر شهر رمضان لقول الحقيقة. أنا تدري بي يا فتاح الشيخ أقول الحقيقة منذ زمن، هاي اليوم مضت عليها 16 سنة أنا بعيد عن أبناء التيار، أحب أبناء التيار وأبغض المفسدين بالتيار الذين يختفون في الهيئة السياسية والهيئة الاقتصادية. نعم أكو حلقات تحيط بالسيد دائما يقول قلة الناصر والمعين، لكن هذه الحلقات ما أدري هسه هو لا يتمكن من تنظيفه، ماكو موجودين قيادات شجاعة كالقيادات السابقة وتنظف هذه القيادات الفاشلة اللي اجت وهمية وشكلت رقم، ما أعرف. أنا علي بيني وبين الله أبرأت الذمة، وعلي وأتحداهم كلهم بدون استثناء، حتى راح أقول كلمة وأنا شوية بتقل. حتى سمحت السيد أتحداه بينه وبين الله أن يثبت على فتاح الشيخ شعر في شاربي أكلت حرام، شعر في شاربي دخلت حرام أكلت حرام، قتلت عراقي قتلت مسلم، حدي للمقاومة ورفعت إيدي لأنه رأيت أنه هذه إيدي يجب أن لا يستثمرها غيري، لا تباع. والدليل على ذلك عندما قالوا انشق، خل واحد ينطيني، الذين انشقوا كونوا فصائل وكونوا حلقات عسكرية وحصلوا دعم خارجي، بل بالعكس الصدر اللي ينشق عن التيار الصدري يلقف. هسه الآن أكو جهة تنتظر أي واحد يطلع من التيار تتلقفه بحفاوة، تعطي فلوس ودعم وتقول له طلع ما تمكن من الصدرين البقية وشكل لك فصيل وروح قاتل في مكان كذا وهذا. أما إذا أحد يعيب علي مشاركتي مع نور المالكي أو أياد علاوي، هذا ما يثبت استقلاليتي في القرار. أي يا سماحة السيد حفظك الله أنا ملتزم معك، بس أنا ربعك ما مسيطرين علي، اللي أنت ترى الويل منهم وبين الحين والآخر تنقتهم وأنت متأكد هم شنو، والله ودم أبوك ما مسيطرين علي 1%.